في القصيرة مقطع واحد، الصفة القصيرة اللي هي مقطع واحد عارفينها احنا دي، قلنا بيج وشورت مش عارف ايه، والطويلة اكتر من مقطع. اعمل ايه؟ قال لي بص يا سيدي المقارنة ما بين اتنين، يبقى انا لازم المقارنة دي عندي طرفين. ماشي، حط بقى بعد المقارنة الفيرب تو بي بقى بتاعك او لوك وسيم وساوند اللي احنا قلناه بقى. قال لي اعمل ايه؟ قال لي لو قصيرة هحط لها مقطع اي ار، اي ار معناها اكتر، معناها ايه يا جماعة؟ وبعد كده بحط كلمة زان، زان يعني من، فلازم يجي بعدها حد من كذا. يعني ايه اكتر؟ يعني طويل يعني طول. يبقى انا لو انا عندي الصفة طول وعايز اجيب المقارنة، وما انا قايل ايه؟ قايل تولر زان اطول من، يلا مين الجدع معايا يشتغل؟ ها شورت، شورتر ذان بيج، بيجر ذان نايس، نايسر ذان بيج، بيجر ذان نويزي، ها ايزي. انا بس بكتب لك الصفات دي عشان اعمل فيها حاجه دلوقتي. قال لي سيد الفاضل الصفه القصيره اللي من مقطع واحد هحط لها اي ار ذان، وقلنا اي ار معناها ايه يا جماعه؟ طب يلا افرض هي اخرها اي، احط لها برضو اي ار؟ لا، احط لها ايه بس؟ ار. طب لو اخرها ساكن وقبليها حرف متحرك اضاعف الحرف الاخير واحط الاي ار، ولو اخرها واي وقبليها ساكن هحذف الواي واحط اي ار. يبقى انا بحط اي ار، لو اخرها اي يبقى ار، وساكن قبله متحرك يبقى اضعفه واحط اي ار، ساكن واي وقبلها ساكن اشيلها واحط اي اي ار، وبعد كده بحط زان. بس قلنا في زان دي يعني كده بقى لازم يبقى بعدها ايه؟ طرف تاني. طب لو مفيش طرف تاني احط زان؟ لا، هاجي لها دلوقتي بقى، بس ركز معايا لحد هنا في مشاكل. طيب في بعض الصفات الشاذه زي مثلا جود وباد وفار وهكذا، جود دي مثلا تبقى ايه؟ قال لي ما ينفعش تبقى جودر، هتبقى ايه بقى؟ بيتر ذان. طيب ايه تاني؟ قال لي برضو باد هتبقى وورس. يبقى الصفات دي اسمها صفات ايه يا جماعه؟ شاذه. بعمل فيها ايه يا مستر اشرف؟ بحفظها زي ما هي. لحد كده انا بتكلم على جزء المقارنه. ندي ملحوظات بقى على المقارنه. أول حاجة يا سيدي الفاضل احفظ معايا الملحوظات بقى الجميلة دي. المقطع ده قلنا معناه إيه؟ طب معلش واحدة واحدة أنا آسف. هو لو صفة قصيرة بحط لها إي آر، طب لو هي صفة طويلة برضه أحط لها إي آر؟ يعني مثلا إكسبنسيف ينفع أقول إكسبنسيفر كده؟ قال لي لا، أحط قبلها يا مور يا لس. طب مور يعني إيه؟ أكتر. لس يعني إيه؟ أقل. يبقى احط قبلها يا مور يا لس. يلا مع بعض نرجع تاني. الصفة القصيرة اي ار ذان، ولو طويلة مور او لس. في المقارنة ما بين اتنين لو قصيرة اي ار ذان، ولو طويلة مور او لس. لحد دلوقتي اللي شرحناه تاني من الاول اتكلمنا عن الصفة لوحدها تأتي قبل الاسم ما عدا الضمائر غير محددة تيجي بعده. يبقى تأتي قبل الاسم، بعد ضمائر غير محددة، بعد بي ولوك وسيم وساوند وسميل وتست ستيل. خلاص الحاجات دي مهمه جدا. ماشي، ايه تاني؟ صفات لا ياتي بعدها اسم، افريد والايف واويك. ماشي، ايه تاني؟ صفه قصيره وصفه طويله، القصيره مقطع واحد والطويله اكتر من مقطع. ايه تاني؟ صفه عاديه وصفه قويه، العاديه تاخد ظرف عادي والقويه ظرف قوي. ماشي، ايه تاني؟ قلنا بعد كده صفه ايه تاني غير عاديه وقويه؟ صفه اللي منتهيه باي دي اللي بتشعر بيها، والاي ان جي بتسبب بيها. سبع حاجات على الصفات احفظهم لو سمحت. طيب خلصنا الصفات، وعيد براحتك واتفرج عليها براحتك على المنصه. خش على المقارنه. في المقارنه ما بين اتنين، ايوه، لو قصيره اي ار ذان، ولو طويله مور او لس. مور يعني اكتر ولس يعني اقل. نمسك بقى الملحوظات. اول ملحوظه قلبوزه بتقول يا سيد الفاضل اي ار معناها اكتر. ماشي، يعني لما اقول تولر ذان يبقى منى از تولر ذان علي، منى اطول من علي، الطف، اكبر، اسهل، مش لازم منى يعني، اسهل، افضل،
أسوأ. أنا عملت إيه؟ أنا حطيت مقطع الإي آر بمعنى أكتر منه، أطول منه. طب افرض عايز أقول منى أقل طولا من عايز، يعني أنا بقول إن هي طويلة ماشي، طب أطول طولا، طب عايز أقول أقل طولا. طب يا جماعة بالله عليكم، هل ينفع أقول مور أو لس مع إي آر؟ تاني، مور ولس دي بتيجي مع الطويلة ولا مع القصيرة؟ ينفع يا مستر أقول لس مع تولر؟ آه ينفع. يا عم الحاج بتقول إيه؟ ما أنت بتقول لي مع الطويلة هتلخبطني، أقول له بس افهم. مش أنا وأنا بشرح لك قلت لك إن الإي آر معناها أكتر؟ طيب لو عايز أقول أقل، أقول لس بس أشيل الإي آر. يا مستر هو أنا ينفع أقول لس مع القصيرة؟ أقول له أيوه يا ابني، ما أنا قايل لك أهو، إي آر دي معناها أكتر. طب افرض عايز أقول أقل. قال لي هنحط لس عادي مع القصيره بس نحذف كلمه اكتر بقى، يعني كيف اقول لس طولر اقل اكتر؟ احنا هنا طول يعني اطول، كيف اقول اقل اطول؟ لا اقل طول. يبقى الصفه القصير لس بتيجي مع القصيره بشرط حذف الاي ار. لس بتيجي مع القصيره بشرط حذف الاي ار. احفظ ملحوظات، زي ما عرفنا 7 حاجات على الصفات نبدأ نحفظ في المقارنة عليها شوية ملاحظات. صفر واحد، لسه بتيجي مع القصيرة بشرط حذف الإي آر. اتنين، ينفع أحط قبل المقارنة ظرف درجة؟ قبل المقارنة ظرف درجة، يعني إيه ظرف درجة؟ هو أنا بقول إن مثلا يعني الواد علي إز طولر ذان مثلا منى، واد علي اطول من مين؟ من بنت منى. مقارنه ماشي. طب افرض الواد علي ده طوله 180 سم والبنت منى طولها 80 سم بس، كده انا عملت مقارنه رخمه، هو مش اطول منها بطريقه عاديه، ده اطول منها بكتير. طب طالما اطول منها بكتير ده ظرف، يبقى انا هحط درجه تبين ان هو اطول بقوي يعني. يبقى انا ينفع اعمل مقارنه بين الايفون وما بين النوكيا؟ اللي انت ظلمت كده الايفون. ليه يا عم؟ تقول لي عشان انت في فرق شاسع. هو الفرق ده اسمه درجه عندنا بقى. هعمل مقارنه بين 28 وبين البين؟ يا عم ما ينفعش. يبقى الدرجه بقى عايز تشوف ان الدرجه دي كبيره ولا درجه صغيره؟ طب لو درجه كبيره هقول ايه بقى؟ ها؟ هقول لو درجه صغيره الاول اقول سلايتلي ابيت اليتل. طب لو درجة يبقى دي ظرف درجة، ظرف ايه؟ درجة. طب لو الدرجة دي كبيرة أقول ماتش الوت، يبقى معنى كده إن هو أطول بكتير. ها لكن سلايتلي وابيت وليتل أقل بكتير. خلاص؟ طيب يبقى ده اسمه ظرف ايه؟ ظرف درجة. ماشي. تالت ملحوظة، يبقى واحد ينفع أحذف ينفع أحط لس مع القصيرة. اتنين بس شرط حذف الاي ار. ها اتنين ظرف درجة مع المقارنة. تلاتة ينفع استغنى عن زان، لا يوجد زان. امتى؟ في بعض زي ما اقول عالي استول طويل، ايوه بات منى، ولكن منى مثلا از تولر. هو علي طويل بس منى ايه؟ منى اطول. طب يا مستر مين الاطول؟ انا بقول منى اهو. طب ما بقولش تولر زان ليه؟ ما هو انا مش هقول حد تاني بعد تولر. ما احنا قلنا لازم اقول من كذا، يبقى تولر، يبقى عشان اقول زان يبقى في بعدها حد. طيب ما فيش حد، ما فيش زان. محمد طويل والتاني اطول، ده عبيط والتاني اعبط، ده غبي والتاني اغبى، ده فقير وده افقر، ده غني. فاهمين ازاي يا جماعه ولا لا؟ المقارنة بتبقى ما بين اتنين. طب والتفضيل؟ قال لي بيبقى واحد على مجموعة، يعني على البلد كلها، على المدينة، على الفصل. هعمل ايه؟ هحط الشخص ده ايز مثلا. لو الصفة قصيرة هحط ذا وبعدها اي اس تي. طب ولو طويلة هقول ذا موست او ذا ليست وبعدها الصفة الطويلة. يبقى أنا لو عايز أقول ها طول هتقولها لي ذا ها تولست،
short the shortest, big the biggest, fit the fittest, thin the thinnest. طيب يا مستر لو كانت expensive هتقول the expensivest؟ لا هقول the most expensive او the least expensive، الاكثر او الاقل. The most عامله زي more، اكثر و the least هنا ايه؟ الاقل. طيب في صفات شاذة، good تبقى better، والتفضيل the best، bad worse the worst.